سائل يقول ما أفضل كتب العقيدة؟ كتب العقيدة كثيرة جدا حقيقة، يعني والناس تتكلم عن العقيدة من جهتين، إما توحيد الربوبية وإما توحيد الألوهية. بالنسبة لتوحيد الألوهية، توحيد العبادة لله تبارك وتعالى، فمن أفضلها كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا كتاب كتب الله له القبول، وهو كتاب طيب جدا. وكتاب أيضا التوحيد للشيخ صالح الفوزان أيضا ممتاز جدا، ممكن سنستفيد منه في هذا الجانب. وأما في توحيد الربوبية فالكتب كثيرة، ومن أشهرها العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام تيمية، وأفضل الشروح في ظني يعني تحفة السنية للشيخ عبد العزيز الرشيد، اللي هي شرح الواسطية، وأيضا شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أو الشيخ صالح الفوزان، بس عفوا صالح آل الشيخ. فهذه يعني كتب طيبة جدا. وإذا كان إنسان مبتدئا في العقيدة، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، كشف الشبهات، هذه كتب جيدة جدا يعني في العقيدة للمبتدئ، ويدرسها على شيخ أفضل في كتب العقيدة. وأما التوسع في كتب الاعتقاد وهذا فكثيرة جدا، هناك رسائل جميلة جدا مثل رسالة ابن أبي زيد القيرواني، رسالة للطحاوي، رسالة للصابوني، صابوني أبو عثمان الصابوني، إسماعيل الصابوني القديم، ليس الصابوني الموجود حاليا. كذلك كتب العقيدة لعبد الله بن الإمام أحمد، الإمام أحمد وكتاب السنة، الإمام أحمد كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، أصول السنة الإمام أحمد، يعني هذه كلها كتب في العقيدة ممتازة جدا، ممكن إنسان يعني لكن يدرسها، لكن أفضل يدرسها على شيخ.